بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام عليكم على كل اللي بيشوفونا، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أفضل حال إخواني وإخواتي في الله. بإذن الله النهاردة معانا وصفة لعلاج ديدان المعدة وديدان البطن أو الديدان الدبوسية بعشبة مهمة جدا وبتستخدم من سنين في علاج الديدان وفي وصفات تانية. هي عشبة الشيح، والشيح بيستعمل من سنين طويلة ومجرب في وصفات كتيرة جدا، وهو نبات عشبي معمر ومتوفر في جميع الأسواق، وكمان سعره رخيص جدا وبينصح به وجوده في المنزل. وده شكله زي ما انتم شايفين، وبنجيبه من عند اي عطار او اي عشاب او اي محل سوبر ماركت، موجود جدا متوفر. والشيح من الأعشاب اللي بتستخدم في علاج الديدان لأنها بتحتوي على مادة اسمها السانتونين. المادة دي مادة مطهرة قوية جدا، بتقضي على أي ميكروب وأي جراثيم موجودة في المعدة. والأطفال أكتر الأشخاص اللي بتبقى عرضة للإصابة بالديدان الدبوسية بسبب تعاملهم الكتير مع بعض ووجودهم في المدارس وفي النوادي، وبيستخدموا طبعا حمام واحد، فده بيؤدي لكثرة الإصابة بالديدان الدبوسية أو ديدان البطن. إن شاء الله في وصفة النهاردة هنتكلم عن الشيح في علاج الديدان، وفي وصفة تانية بإذن الله هكلمكم على الشيح في علاج حصوات الكلى في خلال الأسبوع، وهي حصوات الكلى الصغيرة، فتابعوني بإذن الله هنزلها في وقت قريب. وياريت من فضلكم تتابعوا الفيديو للنهاية عشان في نصايح مهمة هقولها لتفادي الإصابة أو عدم الإصابة بالديدان نهائيا لأي شخص سواء كبير أو صغير. يلا نشوف مع بعض الطريقة، بس ليه طلب عندكم، ياريت تشتركوا في القناة وتدوسوا على زر الاشتراك الأحمر اللي موجود تحت الفيديو، وياريت تفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات، وياريت لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين، وتشاركوا معايا في الأجر والثواب. يلا نبدأ على بركة الله الطريقة، وبإذن الله تعجبكم وتنال رضاكم، وياريت تطبقوها وتقولولي إن شاء الله تعجبكم. هناخد معلقة من الشيح في كوباية، معلقة واحدة كبيرة، وهننزل عليها بالمية المغلية، يعني هنعمل له عملية نقع. الشيح في الوصفة ديت هننقعه مش هنغليه، لان الشيح في نبات عشبي معمر وبيحتوي على زيوت طيارة مهمة جدا، فلازم ننقعه عشان ما تتكسرش الزيوت والعناصر الغذائية اللي موجودة في الشيح وتضيع القيمة الغذائية بتاعته. وهنغطيه طبعا برضو عشان الزيوت الطيارة ما تطرش وتضيع القيمة الغذائية للشيح. الشيح مهم جدا وفي عناصر غذائية زي الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والرصاص، ومفيد للجهاز الهضمي، مفيد للقولون، فهو بيسهل عملية الهضم والامتصاص، ومفيد كمان للكلى، بينظف الكلى وبيغسلها من اي املاح موجودة فيها. يعني بصراحة الشيح كنز من كنوز الطبيعة، او صيدلية كاملة ياريت يكون موجود في بيوتنا، بس ليه طعم لاذع او طعم مر، وريحته برضو غير مقبولة. هنصفيه بالشكل دوت، كده بقى مشروب الشيح عندي جاهز للشرب. ازاي بقى هنشربه؟ لازم قبليها اي شخص مصاب بالديدان لازم يتعشى بدري، وتاني يوم يكون ممنوع من الاكل حوالي 10 ساعات فيتعشى بدري، وتاني يوم على الريق ياخد مشروب الشيح قبل الاكل بنصف ساعة،
ولازم ياخدوا على الريق، لان الديدان الدبوسيه او ديدان البطن بتاكل كتير جدا، فلازم نجوعها عشان تكون مستعده لاستقبال اي شيء يدخل المعده وتتناوله او تاخده بسهوله جدا. فلازم نجوع الديدان ديت ويكون الشخص صايم قبليها بعشر ساعات، فياخد كوب من الشيح على الريق وبعديها بياكل عادي جدا، ويستمر على الوصفة ديت لمدة 3 أيام متتالية، يصوم قبليها بعشر ساعات، وتاني يوم هيشرب الشيح على الريق وبعديها هياكل عادي جدا. ممكن الطفل لان الشيح ليه رائحة نفاذة او وكمان طعم مر، ممكن ما يقدرش يشربه، فانت اي ام او اي شخص هتسديله مناخيره او انفه علشان يقدر ان هو يشربه. بعد كده بعد اما ياكل هناخد قرص واحد من الفلاجيل، وهو مطهر معوي، المادة الفعالة فيه اسمها مترونيدازول، هو في مصر عندنا اسمه فلاجيل، لكن في اي دولة عربية ممكن تروحوا للصيدلي وتقولوا له على المادة الفعالة، اسم المادة الفعالة، وممكن يديكوا العلاج المناسب او المطهر المعوي المناسب. يبقى هنستعمل الشيح على الريق، وبعد الاكل هنستعمل الفلاجيل ده لمدة 3 ايام. بعد كده بعشر ايام هناخد الجرعة التانية عشان نقضي على بيض الديدان. الجرعة الاولى هنقضينا على الديدان نفسها، والجرعة التانية هنقضي على بيض الديدان، وبكده اتخلصنا نهائيا من اي ديدان معوية وديدان الدبوسية. وفي نصيحة مهمة جدا لتفادي الإصابة بالديدان، أما النظافة الشخصية وعدم تناول أي أطعمة ملوثة وغسل وتنظيف الإيد قبل وبعد الأكل، ونظافة الأظافر مهمة جدا، ولازم كمان الشخص المصاب بالديدان يغسل الملابس وخاصة الداخلية ويغليها كويس جدا بالكلور وبالليمون، ولازم يغسل فرش الملايات كويس جدا، برضو الملايات بتتغسل كويس جدا. بس كده حبايب قلبي، دي كانت نهاية فيديو النهاردة، ارجو ان الحلقة تكون عجبتكم، وارجو ان انا اكون افدتكم. بحبكم جدا، اشوف وشكم بخير الفيديو الجاي. لا اله الا الله.